منخفض جوي خمسين يؤثر على شمال المملكة يوم الأحد، تفاصيل بعد قليل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. بعدما تأثرت المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الشرقية والوسطى بأجواء نستطيع أن نصفها بأنها عاصفة وأيضا مغبرة بسبب كتلة هوائية باردة تعبر شمال الجزيرة العربية، عادت الأجواء وهدأت نوعا ما خلال ساعات نهار يوم الجمعة، لكن استمرت الأجواء مغبرة في العديد من المناطق. يوم السبت بإذن الله يتوقع أن تستقر الأجواء بشكل عام، لا ظواهر جوية مميزة خلال هذه الفترة، لكن يوم الأحد يقترب منخفض جوي خمسيني من الأراضي المصرية، سيعمل على ارتفاع من جديد في درجات الحرارة في المنطقة الشمالية تحديدا، وأيضا النشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار. نستعرض تفاصيل هذه المعلومة أكثر بهذه الخرائط المتوقعة لدرجات الحرارة المتوقعة من يوم الجمعة وحتى بداية الأسبوع. يوم الجمعة هذه الكتلة الهوائية الباردة التي تأثرت بها المنطقة الشمالية والتي عملت على نشاط كبير في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار تبقى تؤثر على المنطقة الشمالية وأجزاء أيضا من المنطقة الشرقية والوسطى. تتحرك هذه الكتلة الهوائية بعيدا تدريجيا يوم السبت عن المنطقة وترتفع درجة الحرارة من جديد وتعود لتصبح حول معدلاتها مثلي هذا الوقت من العام. لكن اعتبارا من يوم الأحد يقترب منخفض جوي 50 من الأراضي المصرية يدفع بكتلة هوائية دافئة من الصحراء الإفريقية شمالا باتجاه شمال الجزيرة العربية وأيضا منطقة بلاد الشام والعراق. يعمل هذا المنخفض الجوي الخمسيني على نشاط في سرعة الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية مجددا وإثارة الأتربة والغبار وأيضا ارتفاع ملموس وكبير على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية. بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض لثلاث أيام القادمة، يوم السبت 26 درجة مئوية كحرارة العظمى، أما الصغرى 16 درجة مئوية. يوم الأحد ترتفع وتصبح حول معدلات مثل هذا الوقت من العام 28 إلى 18 درجة مئوية، وترتفع بشكل ملموس يوم الاثنين تسجل 34 إلى 21 درجة مئوية. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي المدن السعودية ليوم السبت، نبدأ من المنطقة الشمالية، أجواء مستقرة، درجات الحرارة تكون في منتصف العشرينيات في عموم هذه المدن خلال ساعات النهار، أما ليلا تكون ما بين 9 درجات مئوية في عرعر وال14 درجة مئوية في تبوك. بالنسبة للمنطقة الغربية، المدينة المنورة 32 إلى 20، جدة 29 إلى 22، مكة المكرمة 35 إلى 23، والطائف 26 إلى 16 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية، زخات من الأمطار في أبها 24 إلى 12، الباحة 21 إلى 15، وجازان 29 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام، زخات من الأمطار 24 إلى 15، حفر الباطن 23 إلى 12، والإحساء 27 إلى 14. تبقى هذه المنطقة الشرقية تحت تأثير هذه الكتلة الهوائية الباردة، وبالتالي تبقى درجة الحرارة هنا أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 26 إلى 16، بريدة 24 إلى 14، وحائل 25 إلى 10 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.